إخواني المقاولين، أتمنى أن اليوم في المنتدى لي الكل يتكلم ويقول اللي في خاطره. إحنا اليوم قاعدين ترى نعتبرها حلقة نقاشية، يكون نسمع آراء المقاولين، نشوف همومكم. طبعاً هموم واحد، نسمع الهموم كلها. إحنا كلجنة البناء والتشييد والضفة عندنا لجنة مشتركة مع جمعية المقاولين، وبالتالي بناخذ الآراء كلها دي وبنفسها وبنرفعها للحكومة. فالقصد من المنتدى اليوم على أساس أن الكل يقول اللي عنده ونسمع نشوف مشاكل هموم المقاولين وبالذات المقاولين الصغار. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين. السيد خالد المويد رئيس غرفة التجارة وصناعة الوحي، السابق أعضاء سابق حضور، باسم جمعية المقاولين أرحب بكم في هذا المنتدى التشاوري لقطاع المقاولات، والذي إن شاء الله سيتناول أهم التحديات التي تواجهها. لا يخفى عليكم أيها الأخوة والأخوات أن قطاع المقاولات يعد من أكثر القطاعات النامية وسريعة النمو كذلك، ويمثل نسبة 18% من الأعضاء العاملين المفاعلين، أي المفاعلة عضويتهم حسب تصنيف وإحصائية غرفة التجارة والصناعة البحرية. كذلك يمثل نسبة 26% من مجموع الأعضاء، أي بنسبة 8000 تقريبا عضو من مجموع 30000. قطاع المقاولات قطاع كبير وهم كثيرة. عدد العاملين البحرينيين في قطاع المقاولات يتجاوز 16000 عامل، أي 80000 تقريبا أسرة أو فرد من أو يفوق 80000 تعتمد مصدر رزقها على قطاع المقاولات. طبعا حلقة هذا اليوم أو ما هذا اليوم أو ما حلقة هذا اليوم إلا حلقة من حلقات التواصل بيننا وبينكم، ومشكور غرفة التجارة والصناعة على رحابة صدرها واستقبالها جمعية، وتفضل بفتح المناقشات والأمور المتعلقة بقضايا المقاولين. نأمل منكم إثراء هذه الحلقة النقاشية.